هذا البرنامج برعاية وردة، سرها المحبة، بمساهمة ديليس. تارتي فريش بن ديليس يبنن العيشة. نجمة، اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة، راك حرة. جلدينا محلاك محلاك يا لميمة، لا كريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش. فانواز حلوة منك يا غرد ديليس، يعطيك الصحة. بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها، سيكام محبة وغرام. عسلامة ومرحبا بكم بحضنا في الكوجينة. البرنامج هذا يا جماعة عليكم انتوما، باش نحاولوا كل مرة نقترحوا عليكم دي غوسات جدد. معايا اليوم الشيف أمين. شيف أمين شنحوال؟ عسلامة لي. سافا؟ الحمد لله. في فورمة؟ في فورمة ديما. الحمد لله يا ربي. شو باش نعملوا اليوم؟ اليوم باش نعملوا دي تارتوليت صغار سيترون فروي روج بالميرانك سويس من فوق. حاجة بنينة ياسر، نموت عليها أنا التارتو سيترون. دونك بعد أسرار التارتو سيترون الكل، أما قبل هذا باش نستقبل الشيف أيمن بوغاني. شنحوال الشيف؟ سافا؟ عايش. ألوغ كسكسي اليوم باش نعملوا سلطه نتاع طماطم، باش نعملوا كارباتشو نتاع طماطم، باش نستعملوا طوماط سيريز الحمراء والصفراء مع كارباتشو نتاع طماطم اللي هو معناها باش يكون مخصوصه طماطم معناها العاديه مخصوصه جيده على الاخر. باش نشوفوا التفاحه نتاعها مع ريغوتا نتاع ديليس، ومعها باش نشوفوا كسكسي بالدجاج. في العاده ديما معناها في التونسي مش في العاده مسنسه مفيده معناها تمتعنا بالريسيت في التونسي. اليوم قلت خليني نعملوا كسكسي بالدجاج. شوفوا مع بعضنا طريقة التحضير نتاعو. عندي الغاز ديجا باش نشعلو، باش نحط شويه زيت نجمه ديو تسخن. نحط لك شويه زيت. نطوي انا باش ناخذ ترونش نتاع بصل. اوب فوالا لوطون اللي الزيت. الكسكسي اللي اخترناه اليوم هو الكسكسي نتاع وردة المتوسط. انا الحقيقه ديما الكسكسي نخدمه بالجيد الشيف، هذا يجي ينجح بالمتوسط خير. ينجح بالمتوسط هو أوكي. في العاده كيما باريكزومبل كيقولوا باريكزومبل البركوكش مثلا في الجنوب ياكلوا البركوكش ويستعملوا كسكسي الخشين معناها يغربلوه باش يتنحى منه كل السميد والواحد الحاجات الجيده معناها كسكسي جويده هذاك يتنحى ويبقى كان الكعب الخشينه ويستعملوه مثلا بركوكش كروسيت وحدها معناها استعملته برشا وكل واحد ومن اللي يستعمل الكسكسي جيد ينجم يستعمله. انا في الكسكسي جيد نستعمله برشا مع كي باش نطيب حوت. نستعمل الكسكسي جيد في الكسكسي الدجاج ولا الكسكسي بالعلوج ديما نستعمل الكسكسي متوسط. والخشين انا نخليه باغ اكزومبل كالسفه نتاع الجنوب تجيب الكسكسي الخشين بالحكايه هذوكم زاد يجي بنين برشا. به انا تو باش ناخذ جرين فلفل ولا زوج جرون فلفل جوست باش نشقهم شويه هكايا. باش نحط فيهم شويه ملح كانك باش تعمل عرفت هو في العاده نبداو الريسيت بالفلفل ولا نقليو فلفل في فك التقليه الشخصيه كي نبدا باش نعملوا حاجه نقليو جرينات الفلفل نتقليو شويه فوالا نحركهم شويه كي باش نعملوا فيزيون فوالا احنا توا هذيا جوست باش نفوقوا الزيت نتاعنا بالفلفل. انا نعملها راه حتى كي نعمل كافتيجي نبدا ديما بالفلفل وبعد نعدي عليه البطاطا ونعدي عليه كل شيء باش يقعد لي الفريت وكل شيء الباقي الكل يقعد لي ريحته ومطعمه بالفلفل ومحرحر شويه. بون اليوم انا استعملت البصل الاحمر، انت تنجم تستعمل البصل الاخضر تو وقته. اه فهمتني؟ نجم تستعمل البصل الاخضر زاد كيف كيف معناها زاد يفوح البصل الاخضر يفوح. اما الاحمر هذايا فيه انا تعرف عليه نحبه ونشيخ عليه خاطر ديجا مش موجود ديما على عام كامل الاحمر وعنده كالتعسيلة البنية. فوالا فوالا تقلو تو باش نزيدهم البصل
فوالا. لطون اللي وصل لي الدبل انا باش ناخذ هنا الترونش نتاع نتاع الدجاج. ايه ناخذ قدر 800 غرام بعد باش نستعمل كسكسي باش نستعمل معهم معناها قدر 800 غرام كيلو معناها دجاجه صغيره دجاجه صغيره باش ناخذ مع رشه ملح. ايه رشه فلفل اكحل ناخذ شويه ثوم كل حد عنده طريقته راهو في التفويح او في ليزيتاب اللي يعملها معناها باش يفوح الدجاج او اللحم انا ماذا بيا ديما ترونش نتاع الدجاج تاخذ وقتها في الفاح معناها على قد ما تاخذ الفاح مش بالضروره ديما كي نعمل كسكسي اللحم نتاعي نفوحه لافاي ليله قبل ونخليه ليله كامله يشرب مليح كيلكو سوا اللحم حوت ولا دجاج ولا لحم معناها بقري ولا علوش ديما نحاول نخليه لو ماكسيموم دو طون. انا لهنا حطيت شويه ثوم للدجاج شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه كركم هو في العاده راهو بعديك باش تحط كركم باش تقليه اما انا حبيت ياخذ معناها يشرب اي الكونتاكت الاولاني ما يكونش نار خاطر تعرف ملاك احنا توك باش نحطه في الطنجره باش تصير ثم كروت للدجاج معناها اللي سوك اللي فيه باش يبقاو لداخل ما يعاودوا يخرجوا هذوكم كان وقت نمرق من بعد باش يسيب القوم تاعو في المرق. يلا توا باش ناخذ باش قوي لك شويه على النار خاطر فوالا فوالا توا باش ناخذ ترونشات الدجاج باش نحطهم نحمرهم اونتخ تو نحلك الكسكسي شيف فوالا اي دونك قلت لي 800 غرام ا بو بخي هكا هكا فوالا هذايا في العاده ملاك ديما في الكسكسي نستعملوا ملح فلفل اكحل ومعناها واذا كان كثرت تنجم تستعمل شويه كركم هكا معناها في العاده بالنسبه للكسكسي حبيت نعطيه جو اكثر معناها نفوحه اكثر دونك حطيت باش نحط عود قرفه باش ناخذ ثلاثه كعبات حب الهيل وثلاثه كعبات عود القرفه عود القرنفل. هاي والملح والفلفل الاكحل. وبالطبيعه الملح والفلفل الاكحل وديما هنا ترد بالك معناها التمليح اذا كان معناها حطيت هنا ملح باش في الصوص ما تكثرش فوالا. اوكي ونحط شويه زيت كمان. شويه كركم. كركم. فوالا. فوالا قبل ما تحط الزيت خليني ناخذ. تفضل. البون الثانية لهنا باش نخلط باش نشوفوا زادا كيف كيف كان ناقص شوية كركم ناقصة حاجة فوالا توا تنجم تحط لي زيت وي شيف زيت تنجم صب صب فوالا لهنا باش نحاول نخلي كل كعبة نتاع كسكسي فوالا نغلفها بالزيت نتاع نجمة هكا من بعد ما تلصقش ما تلصقليش زيدني شويه زيت زيدك ولا سيبو زيد شويه فوالا يكفي فوالا خليوها تشرب شويه طيب لو طون اللي خذا الكرسي اللي فيه هذا تنجم تحركوه ايه ريحه بنينه شايف من هوني رايحه زيد بعديك وقت باش تسقيه بالكرسي باش يعطي ريحه ياسر بنينه. لان اللي حبيت نقوي القوم تاع الدجاج
خاطر في العاده ديما طاقه البوم تاع تاع الدجاج معناها البول عادل مستنسين بها نجم هنا نخرج شويه هكا البوم تاع القرفه وحب الهيل ينجم يبدل البو جمله ويعطيك بو جديد عجبني جوست شويه ما دافي ملاك على تسمع سي سخونه ديجا محضرها انت شايف اي قبل ما نحطوا الطماطم لا لا نعم ملاك هنا للكسكسي شويه خليني نرشه شويه كي يزيحك انتر طون حلك الطماطم والهريسه سي بون اوب هذايا سي بون راهو تقلى وتحمر اي هذي ريفيت الدجاج انا بيدي الحقيقه تعجبني سيت تكنيك فوالا تري بيان توا باش ناخذوا مغرفة طماط كونسنتري انا على حسب على الانترنت مش حطها هريسه اي معناها اذا كان انت في العاده مستنس تحط زوز مغرف طماط كونسنتري ما تنساش اللي سيكام دوبل كونسنتري معناها الكونتيتي اللي مستنس تستحقها من قبل تولي تستحق فوالا ومش ناخذ مغرفه هريسه اوكي فرد مره باش ناخذ الفتاح مغرفه صغيره بربي الملاك توت سويت تفضل فلفل احمر مغرفه ونص هاي مغرفه فلفل اكحل الفلفل الاكحل فوالا نقرب التابل وحدها فوالا مغرفه ملح هات عليك التابل مغرفه تابل مغرفتين تابل مغرفه وشويه ملك مش فوالا كركم توا وي انا تعرف شنو نعمل هذايا خاطر هذايا ما لازموش يقعد في وسط الكسكسي هكا ولا يعود القرنفل ما لازموش يقعد دونك احنا خمسه في العائله دونك نحسب ديما خمسه كعبات باش من بعد كي نبدا نلقطهم نبدا خاطر نبدا نلوج عليهم انا الخمسه كعبات باش نحيهم خاطر كان واحد يتيح عليهم سي با دي انا عشان حسبت بكري في الكسكسي حسبتهم ولا لازم ديما بالحساب قد ما تحب ثلاثه ليا وليك ولي هو احنا بقى اكثر من هكاك احنا كان باش نعمل 30 كعبه ولي مي ان توكا ديما على قد العباد اللي عندك تحسب باش هكاك من بعد لازمك تنحيهم على خاطر ما تخليهمش خاطر كي عبد يتيح عليهم ديجا يابسه وان بلوس قوي برشا المطعم دونك يفسد لك فطورك الكل حار برشا يفسد لك الفطور الكل سيرتو عود القرنفل اون بلوس اون فوا هكا هو خاطر باش يتفور مع الكسكسي تكمل الكعبة تتحل وتسيب ولا المطعم نتاعها هو يستعملوه يبنجو بيه دايغ المطعم نتاعو كي مطعم البنج اللي تلقاه عند الدونتيست عند الدونتيست اي معروف معناها يعود القرنفل بنج هو على باس دونك مفهومك ما عادش تنجم تحس حتى مطعم دونك فريمون لازمك تحسب قدام الكعبه تحط باش من بعد تنحيهم كي تجي انا دوب ممرقه ملاك اي ممرقه برشا دوب ممرقه جوست باش نخلي الصوص كيما كتختوخ هذاك باش نخلي الصوص معناها تاخو وقتها معناها كاني باش نقليها ومن بعد باش نمرق توا باش نزيد حمص وي منفخ بيان سور اي حمص منفخ نقصوا على النار خاطر اقوية هكا اي فوالا ما عادش نستحقوا نار فوالا شوفك الكولور مزيان حتى وي. في البارتي نتاع الدجاج معناها مش في العاده ديما دقات دجاج يبقى ابيض شويه في الوقت هذا معناها معناها يلزم ياخذ وقت ما نخافوش بالكل باش نحمروا مليح 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 الدجاج نتاعنا باش تبدا عنده فريمون اون كولور مزيانه برشا ومطعم يخرج لي السوب نتاعو وتبدا حاجه بنينه توا نمرقوا باش نمرق قدر ايتر ونص ماء ايترتين كيكا مش قد ازعر كمان خاطر ما حطيناش برشا مش هي مش يبقى ما يوليش احمر معناتها ما ليه احمر ديجا الكولور توا انت باش تشوفها من بعد الصوص خاطر توا اول ما مرقت بعديك الصوص باش تعاود تعقد شويه باش تعاود تلمك ال وي سي فغي عندك الصوص نتاعها وتعطينا الكولور اللي حاجتي بيه باه توا الكسي مش جوست باش نحركه وسي انا ما بقى كان باش نحط الخضره هذيك في عقلنا بعد وحسب الاختيار الخضره انا اخترت معناها قراع وبطاطا سفنيريا ولفت وانت تنجم زادك كيف تختار تحط لك البصل الربعي تحط فهمت على حسب الاختيار الربعي يعمل كيف مع الدجاج نخليك شاف جوست خلي الكسكسي نتاعك يطيب شيف باش نبداو بالباتسا بلي وي باتسا بلي تتكون من 100 غرام مارغرين قلدينا 40 غرام سكر محور فانواز
عظمة 150 غرام فرينة وردة 12 غرام لوز مرحي ورشة ملح تبلش. دونك باش نحطوا معروف كون الباتس ابلي نحطوا المارغرين والسكر يدوروا. ايه جولدينا والسكر يدوروا بعد نزيدوا العظمة وبعد نزيدوا الفرينة 40 غرام 40 غرام انا 4 ساشيات. اوكي شيف خلينا نكملك نحط لك لي ساشي الكل حبيت جوست نتاكد اللي هما 10 غرامات بار ساشي. توا نعمل لك الميثود كل شيء مع بعض كله مع بعض استنى كل نجم سي بون اي فوالا الخضايا ال 40 غرام تاعك وصلوا هذوما ال 100 غرام قول دينا هلا قد قد نخدموهم مليح بالباليت وبعد نزيدوهم العظمة هذوما نجمو نخدموها باليد شاف اي باليد تنجم تخدمو جوست احنا باش نربحو الوقت في العادة اي نخدموهم مليح نزيدو العظمة وبعد نزيدو فرينة وردة ومعها رشة ملح و 12 غرام لوز مرحي سينو كان تحبوا تستغنوا عليه تخدم مغيب تعوضوا بالفرينة نيت عليك انتخ طن خليك توزني الفرينة وردة اللي استعملنا مش سبيسيال باتيسري سبيسيال ايه في اللي سابلي مثلا في اللي بات سابلي مثلا تجم تستعمل الزوز سيوة هذي ولا متاع البسكوت اوكي شايف تعطيني شوية ملح بطبيعة رشة ملح تفضل ميرسي شيش اه سي حطيتها يز في البرك سي بون سي بات سابلي دونك مي فوز اتوندي با باش تولي لكم كعبوره كامله معناتها سي نورمال باش تقعد ماشي روحها مليح باش نعاودو نخدموها شويه خليوها ترتاح انا ديما نخير يا نخدمها قبل بنهار يا باش تعملها سويعه من زمان وموا في دونك انت محضر ديجا محضر كعبه اخرى بات على خاطر الباتسا بلي لازمها ترتاح علاش على خاطر جوستمون الجولدينه اللي حطيناها تحلت شويه وقت اللي خلطناها مع المكونات الاخرين بعد في الفريجيدير باش عاود تلم روحها شويه دونك البات تجمد شويه وهكاك تولي اسهل باش نحلوها ونخدموها بالقدا هكا شايف اي ديجا سيرتو البات هذه قد ما ترتاح خير قد بعد ما عندناش اشكاليه في الحلانه نتاعها تلقاها تتهز معاك تقول عليها بات فيتي ماهيش بات سابلي ما تقطع لك الجمله معنا دونك هذه لفوها مليح هات نخليها لك في الفريجيدير اونتر طون تخرج انت البات اللي حضرت ديجا كانت في الكونفيلاسيون زميلك القلقال هذه يبسه مليحه بارده مرتاحه هذه دارت لافي البارح البارح عملتها اي اوكي دونك سي نورمال كي تتقطع على جناب وكل راهو سي تو باتسابلي خاطر كانت باردة هي ديك ولاو الباتسابلي دو مانيير جينيرال دايرين الخير نخدمها تختلات صغيرة أيه. أسهل يا لينا خاطر جوستومون جو سوي سيغ اللي ماهيش باش تتقطع اليوم
الفونساج نتاعي يجيني اسهل. لا شوف حتى لما تهز تهز سبع ما تقطعش معناها واتساب لي اوب بهالي هذوما لي مول اللي باش نستعملهم. حطوهم ديريكت كل واحد بعضهم. تفضل. جيست نوصل واتساب لي للوسط للوسط بتاعها. فوالا تخي بيان. نقبهم شويه بالفرشيطه خاطر ليبيسور ماهيش عاليه ياسر. الداخل ولا على الجناب زاده؟ ما يقلقش الجناب ما يقلقش. لوطاني بركه باش من بعد ما تطلع لي شويه معناها فهمني باش نلقى الكارنيتور تبدا فما راسها. خاطر ديجا باش نحطوا نحنا كونفيتور سيتام فريز باش نعملوا كريم سيترون. خاطر السيترون والفروي روج يمشيو مع بعضهم. بعد نعملوا ميرانك سويس باش نحكيو على لي ميرانك خاطر فما تبوا تيب دي ميرانك ثلاثة انواع تاع ميرانك. الايطاليان فرونسيز الايطاليان فرونسي والسويس. انا نخير ديما السويس خاطر السويس ما يشدش برشا يد واحسن واحد الايطاليان. وي الايطاليان خاطر في الـ في الـ اما فيه خدمه في شويه خدمه, خدمة نعطيو حاجه ما اسهل معناها. دونك الباتسا بلي هذه تتخبى تتخبى ترجع للبوزيتيف. هذوما شيشيو الفور لمدة قداه؟ مدة 12 دقيقة المول الزبيبة 12 دقيقة على 175 على 175 12 دقيقة. اوب سي بون. Entre temps, chef, le temps est de préparer باش نعملو الكريم سيترون. نجي باش نحطو بهار لي الكسكسي. انا توا ديجا حطيت الخضره مالك. حطيت الخضره ومازلت البصله. البصله فيرجي. فوالا. بالبعد القرنفل زاد لي راهو يبنن ياسر. بن الصوص سورتو هاك القوم تاع الدجاج ديما ماذا بيا نهرب على القول العادي تاع الدجاج ونسجل نلقاوها فهمت. البيسل ساعات باش نقولو معناتها. ومو هكا نحاولوا نعطيوه لو ماكسيموم دو سافور. بالنسبه للكسكسي بكري راهو اللي خاطر كي شافي معناها انت حطيت لي من كي صبيت لي الماء راهو ماهوش سخون. الماء راهو معناها ماء عادي جوست رشيته بشويه بشويه ماء خليته ما حركتوش باش ما يعجنش خليته يشرب الماء هذاك ومن بعديك حركته الكل باش يجي معناها الكبد. شتي بلي عليه؟ اي لا وكبد الكسكسي يبدو خذا وكونتيتي نتاع الماء معناها الكل كيف كيف معناها. وانا صحيح استنى نقول لك شايف ده اللي كان نحط لك على هذاك خير توا راه مش حتى مشكل. انا نعرفهم هذوما هذا قوي برشا هذا امبيكابل الكسكسي. وانا تو تحط لي الكسكسي سمان. وي تو سويت ولا سمان وانا عندي الطون لي حطيت انا الكسكسي. من غير ما نغطيه تنجم تغطيه بقماش ولا تخليه هكاك شويه للي فور وبعد تنجم تغطيه خاطر باش ما يعجنش سينون الفابور يرجع عليه. وي سي فغي عندك الحق. شايف نخلي كماله تحضر مكوناتك للكارباتشو اونتخ تون نرجع بعدين. كريم سيترون تتكون عندنا من كات انجريديون اربع مكونات اللي هما 100 غرام جي سيترون عصير القرص 150 غرام جولدينا 80 غرام سكر وثلاث عظمات. اوكي شيف. نسخنوا الجولدينا والجي على الغاز نخلطوا العظم والسكر مع بعضهم وبعد نخلطوهم على الغاز الكل مع بعضهم وجست تبقبق نهبطوا تبدا حاجه الكريم سيترون تاعنا. مالا ناخذ العظمتين نحطهم نحلهم هوني. اي ثلاث عظمات. ثلاث عظمات سامحني. فوالا هوب شقولك في الحجم الاكسيكسال نتاع ليلا خير والبركه اقتصادي
ما هو اكبر من اللي كان اللي عنا المره اللي فاتت من اخر اي فما سنة. هو اللي فوالا فما اللي 7 رولو وفما اللي 10 رولو هذا يديروا له معناها هذا 10 رولو ميجا اي هذاك هو اللي يساعدك انت شايف قداش عليهم شايف هذوما سكر 80 جرام بالنسبه للبسات هذه جربتها بدي جي اخرين تمشي كان مع السيترون تمشي كان مع السيترون كاسح من حتى تستعملها مثلا كريم دورانج لا ما تنجحش هذاك علاش كي نشوفوا برشا عظم وبرشا ماتير غراس معناها فهمتني تقول كيفاش باش يعطي السيترون ما السيترون راهو اسيد وقوي دونك يجي يغلبهم لي زانغريديون هذوما الكل دونك هوني نعاود نذكر بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم قاعدين نعملوا في كسكسي بالدجاج باش نعملوا معاه سلطه نتاع طماطم باش تشوفوا كيفاش قاسه الطماطم باش تزيد برشا بنا في السلطه هذه والتفيحه نتاعها ومشينا الاخرى في الباتيسري كوتي باتيسري مع الشيف امين نعملوا في تخت باش نعملوها بالقارص وبال فريغوش وباش نعملوا معاها مرانغ من الفوق دونك توا قاعدين نعملوا في المرحله نتاع الكريم دو سيترون اللي هي كيما قلنا متكونه من قارص جلدينا عظم وسكر الجلدينة والقارص ذوبناهم مع بعضنا توا باش نصبوهم في وسط العظم ومن بعد نعاودوا نرجعوا نطيبوها كوم اون كريم باتيسير كيف كيف وتبعوها وحده وحده بشويه بشويه باش تطيب فوالا سي بون حتى لين تعقاد الكريم نتاعكم فوق النار الكل في الكل باش تشد لكم اون ديزين دو مينوت ما اكثرش هلا الطريقة هذه وبعد نتبعوها بالفوي هكا ايه بالفوي دونك خليك شايف تكمل الطيب لي مانكور نتاعك اللي هي الكريم دو سيترون ومن بعد باش نبردوها كومبليتمون باش نعملوها غارنيتور للفون دو تارت نتاعنا احنا نتلاقاو بعد فاصل صغير زدتوا معنا في الكوجينه كيما ريتوا توا الكريم سيترون طابت وخليناها تبرد لازم تكون بارده كي باش نحطوها اون فاغارنيغ لي تارتليت اللي هما زاد طابوت نجموا تراوهم المعجون نتاع الفريز نتاع سيكام باش ناخذ شويه جوست نحطو اللوطه شويه وبعد نسكر عليها بالكريم سيترون نحطوها تبرد شويه ونطلعوا الميرانغ نتاعنا الميرانغ اللي هي نذكر سكر وابيض نتاع عظم سكر وابيض نتاع عظم وشويه سكر فلور دورانجي نتاع فانواز مو تعني نغطي القوم نتاع العظم اوب اوب وصلي بسكينه اي تشيشه بركه هاي دوكليش سامحني فيق اب ملك الكسكسي حضر هنا اي توا باش نهبط الكسكسي طاب مليح خذا وقته خذا وقته الدجاج ديجا طاب الخضره كيف كيف هكا تفقدها تكمل التسقيه و طيب باش نسقي ونستناك وي شيف انا اكثر حاجه نحبها كيفاش يقولوا نربط الجو بين عندك الحق فروي روج والسيترون بنين ياسر ريتو الميثود اللي يخدم بها الشيف هذايا راهو خاطر كان تصبها ديريكت باش يخرج الفخاز دونك هو قاعد يصبها بالطريقه هذه قول عليه يعمل في جسر ما بين لي دو بارتي نتاع التارتليت باش هكاك ما يخرجش المعجون نتاع الفخيز انت والفورمه اللي عندك انا اخترت لي فورم هذوما صغار جايين فينو ستيل باتو تنجم تعملها حتى كبيره هذه وبعد تحطها تبرد تتقص دي مورسو عارفها بنينه ياسر شاف الحكايه نتاعك انا تو نصب ريحه الفريز مع السيترون عاطيه مزيانه على الاخر دونك باش نحطهم يبردوا هذوما ونحضر الميرانغ نتاعنا توت سويت خليك تحضر جوست مكوناتك نتاع الميرانغ هذوما ثلاثه كعبتين وثلاثه كعبات هذاك اوموان القرفه باينه هذا كيف كيف فوالا شوف كيفاش الكعبة ريحة بنينة ياسر حتى الكسكسي شوف كيفاش معناها كعبة من غير حتى ما سقيناه ظهر لي تستحق له الشيف اي شكرا سي بون صوص حضرت باش نطفي عليها باش نقرب الصوص لهنا
نخليك جوست فقس العظم وعيط لي شايف كي تلانسي المرانغ بتاعك. وي اخترت مليح صوص. وي الكولور اللي حاجتك بيه. وي ظلمتك شايف كي قلتها ماهوش كي تبدا عندك ثقه في البرودوي اللي تخدم به. اي وكنت تحميره هذيك تمكن من كونسنتراسيون بتاع المطعم الكل في عوض ما نغرقوها في فوالا. وي البريباراسيون كوسكسي انا ديجا حاجتك معناها هذا جوست تسقي به معناها ماكش حاجتك به باش يكون صوص عاقده نتاع مرقه ولا حاجه. نحاول نسقي كيما هكا وممتون ما نحركش الكرسي حتى يشرب بالسقا شويه ومن بعد نجم نحطوه في صحفه. ناخذ بول صغيره ناخذ البول هذايا ارنير باش نخرج بها الخضره. دونك هذايا نخليوه الميثود احسن ميثود تاع التسقيه نصبوا ونخليوه ما نحركوش توت سويت. استنيو شويه وبعد نحركو هكا. استنيو شويه وبعد نجم نتحرك باش ناخذ توا طروف نتاع الدجاج باش نقص شويه الدجاج هذاك اللي هو ديجا نجم نراو لونه معناها بك اونتخ الفحات والتحميره وكل شيء يبدا عنده روح لون مزيان. فوالا الخضره زاده كيف نسيسها باش ما تكسرش. الخضره بصفه عامه ننصحكم باش كل خضره تاخذ وقتها في الطيب معناها مش نرميو كل شيء. انا تعرف نبدا نرمي بالحاجه بالحاجه نعرف اللي السفناريه تشد اكثر من القرع باغ اكزومبل الاخضر بطاطا كيف بنحطها من الاول وبعد نحط في الاخر بكل شيء. انا بعد ما نقلي البطاطا بعد صفله بعد ما نقلي الدجاج ونمرق شويه ونخليه ياخذ شويه معناها ونحن معناها الوقت الاولاني اللي حتى اللي سايبك تاخذ نتاعو يسيب القوم نتاعو فك الصوص اول ما مرقت بشويه ماء من بعد وقت اللي نرمي البطاطا سي ديجا كي تيب البطاطا ديجا دقه دجاج اكزاكتومون قد انا فوالا توا هكا باش نكمل انا هكا نكمل نسقي توا بالماء. ظرفية روعة. أنا الحقيقة نستنى وقتاش تشوف الحلقة ونجم نتوكل على الله ونذوقوا هالكسكسي البنين. فوالا توا هكايا وباش نخليه يشرب الصوص لو طون اللي أنا حضرت سلاطة. سلاطة قصيت التومات سوغيس. فوالا هنا باش تكمل تقص ال توا باش نشوف التومات سوريس توا باش ناخذ الكعبة الطماطم وتقصها جيدة باش نقصها جويدة على الاخر دي لاميل جويدين على الاخر باش نفرشهم في الصحن ومن بعد باش معناها التومات سوريس اللي قصيتها عندي المعدنوس وشوية ثوم وشوية بندق جست باش نخلطهم معاهم نفوحهم ملح وفلفل اكحل ما يبقى كان الجولدينة باش نذوب شوية جولدينة بلوس باش نحط فيها شوية معدنوس شوية حبق ونسقي بهم من فوق كيما الفينيغريت مع الريكوتا. تخي بيان شايف نخليك مالا تكمل الدغيساج نتاعك اونتخ تون. بالنسبه لي انا عندي لهنا ميرينغ سويس انا عملت ميرينغ سويس هو فما ميرينغ فرنسي اللي معروف كونه تحط البلون دو في دو وتخلط عليه السكر. هذيك اسهل واحده. هذيك اسهل واحده. بالنسبه للميرينغ ايطاليان اللي هو فما تحط البلون يدور وعندك سيرو طيبو على الغاز على 118 ومن بعد تصبه واحده واحده ومن بعد تطلع. وي. بالنسبه للميرينغ سويس هذا بين بنين ساهل وسمح كما يزولتا سواء حتى هذا نجم نستعملوه في الكورديانا عرفتك الكورديانا ما نخليوهاش تشيح. انا مثلا فما برشا من الناس بعد ما يصب الكورديانا يخليها تشيح نهارين وبعد ياكل. انا اش نعمل نحطها سويعه في الفور على 100 منها تتنفخ تكبر شويه وتطيب لهلي ما انا ما نقعدش نستنى نهارين واش نستنى نحب ناكلها. دونك هنا خذينا 100 غرام بلون دو اللي هما ثلاثه ابيض عظم حاطين عليهم 170 غرام سكر و10 غرام سكر سخنتهم على الغاز سخنتهم تشيشه نتاع يوصل بين 35 وال 40 باش السكر يذوب ما يقعدش مكعبر في وسط البلون دو يذوب وتو نصبوه ونطلعوه منه يبرد ومنه مش يطلع تو. باهي الريحه البنينه ريتها خرجت نتاع الزهر. اي زهر ومعاه السيترون ديجا يركبوا على بعض. وتوا باهي ننساو نرجع بحذاك.
شاف الجولدينا بلوس هذه اللي هي سان كوليسترول اكد وبه هي ياسر وبنينه ياسر نذوبها اي بعد الكوكسي هنا تعرف انا شاب شنعمل؟ أه؟ نذوب كيما هكا الجولدينه وسورتو هكا تبدا سلطه سامبل كيما ناكيه وبنينه نحط لها من بعد شابلوغ نحط لها؟ شابلوغ نتاع الخبز نحطها في وسط نحمر مليح الشابلوغ نتاعي شويه ملح نخرجها على النار شويه ملح وقتها نحط المعدنوس نتاعي باغ اكزومبل ولا اللي هو وتعطيني بقرميشه في وسط السلطه حاجه بنينه ياسر الافكار موجوده كي يبدا عندك برودوي باهي ديما ديما معناها تقل الافكار اللي باش ديما نمشي ديما تقل ديما تقل كيما هكا كيما طماطم باغ اكزومبل وريت كيف كابتين طماطم عملت لنا كميه باهيه ونحاولوا نخرجوا حاجه بنينه وخارجه تخرج شويه على العاده طريقه جديده باش ناكلوا بها طماطم شاف هذايا توا تشتش نعمل لها هاي نقصر نقصر في النار هاي لا هكاك قاي لا لا طيب شو نحط الثوم مغرفة ثوم هاي مش حط مجنوس ورشة ملح ظاهر ليا هاي مي قبلها قصدها معنا شوية حبق قبلها شوية حبق زيادة حاجة روعة راه ريتو كيفاش ثلاثة مكونات حضرنا حاجة بنينة 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 تجي فوق سلطة تجي فوق برشا حاجات مانيش خليهم يتيبوا برشا خاطر لوبجيكتيف ماهوش باش نطيبوا احنا جوست باش يخرجوا فوالا باش يخرجوا القوم تاعو القوم تاعو فوالا سوسوا الحبق والا المعدنوس ولا الثوم تو سامبلومون تجيب لي ريكوتا من تو سويت ريكوتا ديليس الفريجيدير الكوتا البنينه نتاع ديليس صحيح هذا نسكر عليه ظهر لي تو باش تجي شويه بندق فخفي صحيح واو حاجه روعه شايف شوية ملح بتاتا هاي هلا هلا طول انا بالنسبة للتومات سوريز بزيد رشة ملح رشة فلفل اكحل وانا هذاك الفلفل اكحل تنجم تستغنى عليه معنا لان شوف الملح كما رينا بكري مثلا في الكسكسي حطينا الملح في الفلفل مشي يعاون الفلفل انه يخرج القوم تاعو لان زاد كيف كيف الطماطم باش تسيب القوم تاعها باش نعاود رشه ملح خفيفه فوق الطماطم باش نعاود باش نشوف منها هاك الطماط سيريز امبيكاب مغرفة تاع ريغوتا ديليس هلا وتوا فالا
ما تفكركش بك التشه اللبنانيه وقت اللي استعملوها سو مع كبه وي مع برشا حاجات تجي هذاك عشان كنت باش نقول تجي مع برشا حاجات لهنا الطماطم باش تاخذ من السخانه نتاع الزبده باش تترخى شويه باش تترخى شويه فوالا فوالا تري بيان شيف خليك ملا تكمل جوست الكسكسي باش نخلطوه نتاع الكسكسي هذا لي شاطر اهو مرفه كبيره واش خلط به الكسكسي باش ما هكا اغسل له توا هكايا ومهم ما عندكش حتى عذر باش تقول الكسكسي مثلا ما جانيش انا كاليتي نتاع الكسكسي طياره اللي تكنيك انا شفناها مع بعضنا تفويح البرشه راهو ما يفوحوش الكسكسي يحطوا شويه ملح شويه فلفل اكحلك هاو اما بالعكس الفاحات اللي تستعملوهم كما القرفه اليوم استعملنا الهيل استعملنا عود القرنفل راهو يزيدوا برشا بارفان في الكسكسي برشا بن إذا كان ظهر لك شيح شوية ملاك تنجم تزيدوا صوص معناها ما فماش حتى إشكالية أنا نحبوا هكا مي بون فما برشا عباد تحبوا راهو بالصوص هو ديجا هكايا بديت نبدا نخلط هنا ديجا نعرف الكونتيتي تاع الصوص اللي باش نزيدها فوالا تو جوز باش نعمل الدريساج دونك جوست لو طون اللي تكمل تطلع المرانغ سويس نتاعنا ومن بعد نرجعو جوست لازمها تطلع وتبرد فرد وقت من بعد نرجعو باش نشوفو لو دريساج فينال ا توت سويت انتر طون المرانغ نتاعنا دونك كملت طلعت في عقلها وبردت اون ميم طون والتارت نتاعنا بارده زاد ديجا باش كي نحط الميرانغ التارت سيترون الكريم سيترون ما تتمسش دونك كيما تحب انت كل واحد وكيفاش يعمل الديكور نتاعو سواء دوي سانتونوري ولا دوي كانولي هذا انت والفورمه نتاع المول تعمل دي بزاس واقفين شهيو ان توكا الباتويت نتاعك شاف فلوكا تارت فلوكا دونك اليوم رينا كيفاش عندي ساب فيه توابسات اللي هي الباتسا بلي كيفاش خدمناها الكريم سيترون كيفاش عملنا الكريم سيترون تاعنا سهله تكون من كات انغريديون والميرانغ تعلمنا اليوم كيفاش نعملوا الميرانغ كان تيتو اي حاجه تنجموا تلقاوهم على الباج فيسبوك والانستغرام تاع الكوجينا جوست ضربه شاليمو واللي ما عندوش شاليمو في الدار شام ترى يجم يدخلهم يرجعهم للفور شويه تاع بوزيسيون غريل نتاع الفور اي انا نحب هذا الجيست الجنب اي الباقي يقعد مستبيض فوالا تري بيان امبيكابل هاك الكسكسي اش عملنا فيه امبيكابل زاد هذا الكسكسي امبيكابل نعرفوا امبيكابل ذقتوا انا الكسكسي نقول لكم اللي هو امبيكابل الكسكسي دونك عندنا هوني السلطة نتاع الطماطم عندنا الديسير وعندنا الكسكسي اللي باش نجيبوه هذيك لينا الكعبة مخباها شاف سي بون زيد شوية نحط شوية حمص هاي هاي حط حمص حط قولش لي انا على كعيبة حمص شفتوا الحمص والكسكسي يبان شوية البن ولا شوية رايب شاف؟ شقاوة؟ البن؟ البن؟ ايه ونمشي مع البن شوية رايب نتاع ديليس الزوز نشيخ عليهم دو توت مانيير
كعبات الفرامبواز تزيدوا. وي رابيل بالطبيعه للفوري روج اللي من داخل. يعطيك الصحه شيف. نستنيو فيها كتبسي. اي نستنيو فيه بكل حزم. نجمو زاد نزينوه بشويه عظم شويه قرين فلفل مقلي. اي نقليو قرين فلفل علاش لا نقليو قرين فلفل. ميرسي بوكو. اي من ميرسي بوكو امين. مرحبا. ميرسي ليكم انتم يا جماعه نهاركم طيب. باي باي. هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة بمساهمة ديليس. الجوتا هي ديليس. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. الريحة متسمي علينا ونظافة صنعت يدينا. ليلى انظافة عندها ناسها. جلدينا محلى محلاك يا لميمة. لا كريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش. فانواز حلوة منك. ياغورت ديليس يعطيك الصحة. بذرة صدق زرعناها بحب القناة. سيكام محبة وغرام.